اهلا بكم مشاهدينا في الاخبار الليله من الحدث اليكم اهم الملفات مساع لتمديد هدنه غزه التي تنتهي اليوم واسرائيل لا تربطها باطلاق سراح جميع النساء والاطفال وزير الخارجية السعودية يقول ان الهدنة في غزة غير كافية داعيا لوقف القتال، والصين تحذر من حرب قد تبتلع المنطقة. مع اقتراب انتهاء اليوم السادس والاخير من الهدنة الانسانية الممددة في غزة تتجه الامور لتمديدها ليومين اضافيين بحسب ما اعلنت مصادر استخباراتية مصرية قالت ان المفاوضات مع حماس لاطلاق المزيد من الرهائن تجرى بشكل جيد وعلق مسؤول إسرائيل بالقول إن أي تمديد لوقف النار سيكون مشروطا بالإفراج عن جميع النساء والأطفال الرهائن سلمت اليوم حماس الرهائن ضمن الدفعة السادسة للصليب الأحمر سلمت حماس حتى الآن 81 رهينة بينهم 60 إسرائيليا و21 من الأجانب وما زال لدى حماس والفصائل الفلسطينية قرابة 180 رهينة اخذتهم في السابع من اكتوبر. كشفت كتائب القسام التابعه لحماس على تليجرام ان اسرائيل قتلت ثلاثه رهائن اسرائيليين بقصف من بينهم اصغر رهينه عمره عشرة اشهر وشقيقه البالغ من العمر اربع سنوات ووالدتهما. قال الجيش الاسرائيلي انه يتحقق من بيان حماس بشان مقتل اصغر الرهائن واسرته. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة لم تحقق أهدافها وهو ما يستوجب العودة للقتال بعد استعادة الأسرى منذ بداية الحرب حددت ثلاثة أهداف، القضاء على حماس وعودة جميع المختطفين لدينا، وضمان أن غزة لن تشكل مرة أخرى تهديدا لإسرائيل. وهذه الأهداف الثلاثة لا تزال قائمة. لقد حققنا في الأسبوع الماضي إنجازا عظيما، وهو عودة العشرات من المختطفين لدينا. قبل أسبوع كان الأمر يبدو خياليا. لكن في الأيام الأخيرة سمعت سؤالا، بعد انتهاء مرحلة إعادة المختطفين هل ستعود إسرائيل إلى القتال؟ لذا فإن إجابتي هي نعم، ولا لبس في ذلك. أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ايلون ليفي أن إسرائيل ملتزمة بإعادة كل المحتجزين لدى حماس، مضيفا أنه تمت إعادة 66 محتجزا إسرائيليا من غزة حتى الآن. يلتزمون بإعادة كل المحتجزين لدى حماس حتى الآن تمت إعادة 66 محتجزا إسرائيليا من غزة قمنا بتجهيز قائمة تضم 50 سجينا فلسطينيا للإفراج عنهم تقديراتنا تشير الى استمرار احتجاز 161 شخصا في غزه، وحماس تمنع الصليب الاحمر من الوصول للرهائن. لقد تم تسجيل ثلاثه تفجيرات في مواقع مختلفه بشمال غزه، وابلغنا امس عائلات ثلاثه جنود بمقتلهم هناك. اذا على ما يبدو سنعود مره اخرى لجلسه مجلس الامن الدولي. والآن يتحدث المندوب الفرنسي من المساعدة الإنسانية وأكثر من 100 مليون يورو منذ السابع من أكتوبر بما في ذلك 54 مليون يورو للأونروا كذلك فاننا نتابع آه نتابع اقامه مؤتمر دولي للمساعدات الانسانيه في التاسع من آه ما تمخض عنه ذلك المؤتمر الذي انعقد في باريس في التاسع من نوفمبر الراهن. آه هذا وكذلك فاننا نحيي آه التنسيق مع مصر فيما يتعلق بدخول المرضى والمصابين الى المشافي. سيدي الرئيس فرنسا تدين العنف المرتكب في الضفة الغربية على يد المستوطنين ضد الفلسطينيين، الأمر الذي أودى وأردى عددا من المدنيين الفلسطينيين قتلى، وأدى إلى شيوع الاضطرابات في المنطقة جيم، وكذلك فإننا ندعو الكفة للتوقف عن هذا العنف، وكذلك علينا واجب بالحيلولة دون التصعيد، وفرنسا تشارك بشكل رئيس في عدم اتساع رقعة النزاع. وعلى الجميع أن ينخرط في ذلك لأن ونحذر أولئك الذين قد يستفيدوا من انتشار النزاع وكذلك نود أن نحيي اليونيفيل والأنسو وكذلك كل الجهات الأممية ونهاية ولكي ننهي هذه الدوائر المفرغة من العنف ينبغي أن ندشن من جديد عملية سلام تحظى بالمصداقيه بما يمكن الفلسطينيين والاسرائيليين من الحياه جنبا الى جنب ناعمين بالسلم والامن المشتركين ان اي تسويف سيؤدي بلا ادنى شك الى استئناف اعمال العنف بل والى مفاقمه هذه الاعمال ان حل الدولتين المشفوع بضمانات لا غناء عنها لدولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد وفرنسا مستعدة لتحقيق ذلك إن رئيس الجمهورية التقى الفريق الوفد من جامعة الدول العربية ومن منظمة المؤتمر الإسلامية في 22 من نوفمبر في باريس وفرنسا ستواصل العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف وعليه بما يمكن المجلس من أن يتحدث بصوت واحد لتحقيق هذه الغاية شكرا أشكر فرنسا على هذا البيان وأعطي الكلمة الآن إلى الاتحاد الروسي شكرا سيدي الرئيس نحن ممنونون للرئاسة الصينية لعقد هذا الاجتماع اليوم ونحن نقدر مساهمة بيجين في الجهود متعددة الأطراف التي تهدف إلى تسوية النزاع في المنطقة بين الفلسطينيين وإسرائيليين ولأكثر من شهرين نرى نزاعا و ويت... ونرى ازمه مدلهمه في منطقه الشرق الاوسط ولم نرها منذ عقود ان الارقام الاحصائيات بالنسبه للضحايا الذين اردتهم هذه الاحداث المروعه على مدار الشهرين الماضيين قد تجاوز وينوف على خمسه عشر الف مدنيا فلسطينيا قد قتلوا نصفهم من الاطفال وهذا رقم غير مسبوق هذا بالاضافه الى اكثر من مليون وستمائه الف نسمه قد طردوا وقد نزحوا بفعل هذه الأعمال العنيفة وهو أكبر رقم منذ عام 1948 هذا بالإضافة إلى أكثر من مئة موظف من موظفي الوكالات الإنسانية الأممية الذين قد نحبهم أيضا ونعرب, ونعرب عن خالص تعازينا لذويهم وكذلك ونحيي أولئك الذين يحملون أرواحهم على أكفهم في خدمة في خدمة المساعدة الإنسانية وهذه مسألة مريرة للغاية ولكن مساهمة في التخفيف من حدة هذا النزاع بالنسبة للناس العاديين هو أكبر كثيرا من ذلك الذي كان يتطلع إليه مجلس الأمن على مر الوقت الفائت والآن أنا الأوان لكي نتساءل كيف حدث هذا كيف حدث هذا ردا و... و... وكذلك فيما استمعنا اليه من دعوات لتوحيد صفي المجلس اود ان اعرج على بعض النقاط جد المهمه لكي نفهم الوضع الراهن اولا هو ازدواجيه المعايير التي باتت مروعه التي تستخدم ضد البعض وثمة امثله كثيره، كم مره الوفود الغربيه في هذا المجلس فيما يتعل دعت لعقد اجتماع حول اوكرانيا اكثر من مرتين هذا الشهر او اكثر من مرتين في الشهر وفيما نجد ان فرنسا والاكوادور قد اخذ على عاتقهما ان ينافحا عن حقوق الانسان في اوكرانيا، كم مره طلبت هذه الوفود بعينها ان تعقد اجتماعات في مجلس الامن بشان الشرق الاوسط؟ صفر. الزملاء لماذا انتم خجلون ما سبب خجلكم وخفركم هل مصير الشعب الفلسطيني لا يهمكم ابدا لا يخدم مظهركم امام عواصمكم لقد راينا ذلك ايضا في ازمه الهجره الى الاتحاد الاوروبي اذ ان اللاجئين الاوكرانيين قد منحوا كل المزايا وكل التفضيلات الممكنه لكي يحيوا بذات طريقه الحياه التي اعتادوها في ديارهم فيما اللاجئون من افريقيا وشرق الاوسط فللاسف الشديد يبقى عليهم في ظروف يندلها الجميل وفي الوقت نفسه فاننا نجد ايضا ان ولكن بالامس آه نشرت فضيحه في اوكرانيا اذ ان نشر فيديو لسيرجي ليشينكو وهو رئيس اوكرانيا السابق الذي كان يراقص بعض الشباب والاوكرانيون في الحقيقه قد اثيرت حفيظتهم بسبب آه هذا الفيديو ولكن اود ان اسالكم عن شيء اخر بعد عامين من العمليه العسكريه الخاصه في كييف فان النوادي الليليه ما زالت تعمل بل وانها باتت اكثر آه باتت آه اكثر جماهيريه في في الاوكرانيين ولكن ماذا عن ماذا عن المباني التي دمرت في غزه من المنازل من المدارس من المشافي من حتى منشات انتاج الغذاء والبنى التحتيه المدنيه واظن انه لا رد لديكم على هذا عن هذا السؤال وسؤالي التالي هو عن الاطفال زميل من الغرب اعرب عن انشغاله المنافق بشان الاطفال في اوكرانيا ولكنه في الحقيقه لم يرمش ولم ولم ينبس ببنت شفه عن الاطفال في غزه ولكن في الحقيقه روسيا تتخذ كل الاجراءات اللازمه لحمايه الاطفال في الازمه ماذا عن الاطفال الفلسطينيين الامين العام غوتيرش قال ان غزه اصبحت مقبره الاطفال مقبره الطفوله وهذه مساله تقشعر لها الابدان ففي الشهر الماضي فقط مات عدد من الاطفال يتجاوز كل الأطفال الذين قضوا في السنوات الماضية كل يوم في هذا القطاع العشرات إن لم يكن المئات من الأطفال إما يشوه أو يقتل أو يحرم من الدراسة أو يحرم من العلاج كل الصحة التعليم كل هذه الحقوق تدوسها الأقدام أين إذن جهودكم لاتخاذ لبناء وانشاء كل اللجان لجان التحقيقات وكل المحاكم آه، للتحقيقات وماذا عن المراه؟ ماذا عن المراه؟ الوفود الغربيه لا تفوت فرصه لكي تردد الترانيم والتعويذات في كل ما ينتج عن مجلس الامن فيما يتعلق بضروره المشاركه المجديه للمراه في كل عمليات حفظ في كل عمليات حفظ السلام آه، بل وانهم ايضا يرى يتحدثون مثلا عن نزع السلاح النووي ويطالبون ايضا بمشاركه المراه ولكن اي مراه تهمكم اذا ما تحدثنا عن المراه الفلسطينيه فالمراه الفلسطينيه قد انتزعت منها حقوقها الاساسيه الا وهو الحق في الامن هذا بالاضافه الى ما استمعنا اليه من افادات يقشعر لها الجبين بل وتنقر في عظامنا بسبب ما يحدث ناتاليا كان في ال... في الاحاطه الاخيره قد أحاطتنا علما وأطلعتنا على ما تتجشمه المرأة الفلسطينية من مشاق لا قبل أحد بها الفلس... المرأة الفلسطينية في هذا القطاع كان عليها أن تلد جاءها المخاض في ظروف غير آدمية تفتقر إلى الصحة إلى النظافة تحت القصف الإسرائيلي بل وإنها قد تعرضت لجراحة قيصرية بلا مخدر فيما الوفود... ال... غربيه في الحقيقه الا اين هي حمره الخجل بالنسبه للوفود الغربيه من كل ذلك؟ الزملاء الاعزاء على مر الاسابيع الماضيه باتت حقيقه واحده جد واضحه بالنسبه للغرب فان الفلسطينيين هم مواطنون من الدرجه الثانيه ومصالحهم لا اهميه لها وهذا في الحقيقه هو السبب الرئيس ل تعثر هذا المجلس فلأكثر من الشهرين فإن المجتمع الدولي والوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بل وإن المواطنون العاديون كانوا يدعون مجلس الأمن من أجل وقف فوري لإطلاق النار وروسيا كانت وبح صوتها في الدعوة إلى التخفيف من التصعيد ولكن هذا النداء حتى الآن لم يستجاب له ولم يلبى وعلى الرغم من ذلك فإن وقفا مستداما لإطلاق النار ليس لا يعتبر واجبا أخلاقيا فحسب بل وإنه الضمانة الوحيد من أجل الاستجابات الإنسانية الناجعة التي لا يمكن أن تستمر تحت هذا القصف إن أقصى ما تمكن المجلس من تحقيقه هو ذلك القرار القرار الواهي القرار رقم 2712 وهو قرار يتحدث عن الهدن الانسانيه في الحقيقه لقد جاء هذا القرار باهتا فانه حتى لم يتحدث عن اي تدابير من اجل وصول المساعدات الانسانيه بلا اي معوقات وتقديم المساعده للملهوفين والذين يعانون بل وانه ايضا لم يت تحدث عن القصف الجوي التعسفي والعشوائية الذي تضرب به سوريا وكذلك الخط الازرق في لبنان، هذه المنطقه في الشرق الاوسط التي باتت تعج بالانتهاكات، هذا بالاضافه الى ان القياده الاسرائيليه للاسف الشديد قد استغلت هذا واستغلت الشقاق والخلاف في مجلس الامن وذلك ب تحفيز من الولايات المتحده في مجلس الامن ولم تتردد ابدا في الدعوه باعتماد قرار باهت يعلن الرغبه في تجاهل تماما التطهير العرقي الذي يجري في غزه، لعلكم تتفهمون ذلك ان هذا يعد انتهاكا جسيما لقرارات مجلس الامن وكذلك للمدى الخامس والعشرين من ميثاق الامم المتحده ولكن لم نسمع كلمه واحده للادانه منكم ولكن ايضا في وهذا ما لا نراه في سياقات قطريه اخرى يا لها من ازدواجيه معايير عن حق بالطبع لا يمكننا ابدا إلا أن نسعد ربما أو يثلك صدرنا قليلا بسبب الهدنة الإنسانية ولكن هذا لا علاقة له أبدا بالقرار سلف البيان الصدر عن مجلس الأمن وهذا يعني أنه على الرغم من أن هذا الترتيب يحمل في طياته بارقة أمل إن فإنه ليس مستداما وليس شاملا من حيث طبيعته وفي الحقيقة هو لا يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع كما أنه لا يغطي سوريا ولبنان ولذلك فإن السؤال الرئيس يظل ما الذي بانتظار غزه التي طالت معاناتها؟ في الحقيقه ثمه خطر كبير جدا انه في غياب قرار واضح يمكن التحقق منه من جانب مجلس الامن فيما يتعلق بوقف لاطلاق النار وعلى الرغم من استراحه المحارب تلك سوف تليها دورات وجولات اخرى من العنف وشعب غزه الذي يتلقى المساعده الان سيقضي نحبه تحت القصف هذا بالاضافه الى ضروره ان وهذا نراه من البيانات التي يطلقها ممثلو القياده الاسرائيليه بلا مواربه بشان نواياهم لتطهير قطاع غزه من الفلسطينيين اننا انه من المهم بمكان ألا يكون ألا تكون هذه الهدن الإنسانية توطئة لمزيد من العنف والدماء في غزة ينبغي أن يكون توطئة في الحقيقة لوقف لإطلاق النار وينبغي أن تتخذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد وبخلاف أي ترتيبات أخرى ثنائية فنحن نحتاج إلى آلية دولية للرصد وكخطوة أولى وكما وكما أشار الأمين العام في القرار 2712 هو أن تقدم مقترحات قدر الإمكان بوضع خيارات لانشاء اليه هذا بالاضافه الى انشاء فريق عمل النواد ان نسال إلى متى سننتظر إلى أن تصلنا إلى أن تصلنا نتائج هذه الدراسة؟ مثلا أن توسع أن تمدد ولاية الأونسو وهي منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وبها أكثر من 200 من المراقبين العسكريين يمكن ربما أن يزاد هذا العدد ويمكن أيضا أن ينشروا ربما أيضا يمكن أن ترصد لها المزيد من الموارد ونحن ندعو الأمين العام إلى العمل على هذا الخيار أو أن يقترح بديلا عنه الزملاء الأعزاء وإذا نتحدث عن الغد اليوم التالي لهذا النزاع علينا ايضا ان نفكر في اليوم التالي لليوم التالي للنزاع ثمة الكثير من الاسئله التي طال امدها بشان القضيه الفلسطينيه وبدون حل لهذه الاسئله فلن يتمكن من تحقيق الامن المستدام لاسرائيل وفلسطين وروسيا تعمل على هذا المدمار وزير الخارجيه لافروف اقام اجتماعا في موسكو والتزم فيه بالقرار الذي تمخضت عنه القمه الاستثنائيه الاسلاميه العربيه التي انعقدت في الرياض في الحادي عشر من نوفمبر حول الحاله في قطاع غزه، والتي ادانت الارهاب بكل تجلياته ومظاهره، وكذلك تحدث المشاركون بتضامن فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه وبضروره وقف دائم لاطلاق النار وحمايه المدنيين، علينا ان نركز على هذه الاستعدادات لكي نعيد تدشين عمليه السلام على اساس معترف به دوليا وذلك بحسب على أساس مبادرة السلام العربية ل2002 التي أطلقها ملك السعودية الملك عبد الله وكذلك وبالطبع نحن هنا نتحدث عن انشاء دولة فلسطين على حدود 67 على ان تكون عاصمتها القدس الشرقية تنعم بالسلم والامن جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل ولكي نمضي قدما باتجاه هذا الهدف والى جانب الجهود المبذولة من اجل التصدي لكل الازمات الانسانية التي ذكرتها انفا فنحن في حاجة الى الية دبلوماسية جماعية ونحن مقتنعون بان الدور المهم بان هذه بان بلدان المنطقة ينبغي ان تطلع بدور مهم في هذه الالية بما في ذلك الدول الاسلامية كذلك فان الوسطاء الدوليين في الرباعيه ينبغي ان يعملوا على هذا الاساس ولكن للاسف الشديد فان هذه الرباعيه لم تاتي بما ترغب او بما تتطلع اليه الشعوب وللتعويض عن هذا العجز فان ينبغي ان تعمل هذه الرباعيه بتنسيق مع الدول العربيه والشركاء الغربيون في الحقيقه لم يتلقوا هذا الاقتراح بادان صاغيه و نتيجة لذلك فإن الرباعية لم يسمح لها بالاطلاع بمهامها المودعة لها من مجلس الأمن و... آلية محدثة للدعم الخارجي وللاتفاق على شروط لتسوية مستدامة طويلة الأجل ينبغي أن تكون تمثيلية وأن تضم كل الدول المنطقة وأن تستند إلى فهم أفضل لكيفية تحقيق حل عادل يستند إلى المعاهدات الدولية ونحن مستعدون للإطلاع بهذا العمل بمجرد أن تهدأ يهدأ لهيب هذه هذا النزاع. للاسف الشديد ما زال الاقتتال مستعرا شكرا أشكر مندوب الاتحاد الروسي الموقر وأعطي الكلمة الآن إلى الشيخ محمد ابن بن عبد الله الثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر. الرحيم السيد الرئيس بداية نهنئ بلدكم الصديق على الاداره الحكيمه لمجلس الامن هذا الشهر ونشكركم على عقد هذا الاجتماع المهم واتاحه الفرصه لنا بالمشاركه فيه كما نشكر معالي الامين العام للامم المتحده والمنسق الخاص لعمليه السلام في الشرق الاوسط على جهودهم المبذوله في في سبيل خفض التصعيد ووقف القتال في غزه سيد الرئيس اصحاب السعاده الزملاء لقد مرت على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة سبعة أسابيع كارثية كان مجلسكم الموقر مطلعا باستمرار على أبعادها الخطيرة وغير المسبوقة وما تضمنت من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ومنذ بداية هذه الفترة سارعت دولة قطر انطلاقا من إيمانها بأهمية الدبلوماسية والجهود السلمية في, توسي في تسوية النزاعات وبالتنسيق والعمل بشكل تكاملي مع الاشقاء في الدول العربيه والاسلاميه الى التواصل عن كثب مع الشركاء الاقليميين والدوليين والامم المتحده سعيا الى خفض التصعيد وحقن دماء المدنيين ومعالجه المسائل الانسانيه بما فيها اطلاق سراح الاسرى وايصال المساعدات العاجله. وفي الاسبوع الماضي اثمرت الجهود الدبلوماسيه الحثيثه التي بذلت بتوجيهات واهتمام شخصي من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر وبالشراكة مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا تم بموجبه تطبيق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام وتم الاتفاق لاحقا على تمديدها ليومين إضافيين وإخلاء سبيل أكثر من تسعين أسيرا من النساء المدنيات والأطفال المحتجزين في قطاع غزة ومئتين وعشرة من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية كما سمحت الهدنه بدخول المزيد من المساعدات الاغاثيه التي تشتد الحاجه اليها في قطاع غزه نشكر اعضاء مجلس الامن على الترحيب بهذه الجهود ونامل ان يتم البناء على ما تحقق حتى الان لانجاز اتفاق شامل ومستدام ينهي الحرب وسفك الدماء ويقود ايضا الى محادثات جاده واطلاق عمليه سياسيه تفضي الى سلام شامل ودائم وعادل للشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه المشروعه وفق قرارات الشرعيه الدوليه. كما نثني على جهود اعضاء المجلس التي ادت بعد طول انتظار الى اعتماد القرار 2712 كخطوه اولى في الاتجاه الصحيح تشمل مطالبه الاطراف بالامتثال للقانون الدولي والدعوه الى هدى وممرات انسانيه عاجله لفترات ممتده والافراج عن الرهائن والامتناع عن حرمان المدنيين من الخدمات الاساسيه. ونتطلع الى خطوات اضافيه من المجلس للمطالبه بوقف دائم لاطلاق النار واتخاذ اجراءات لضمان تدفق المساعدات الانسانيه الكافيه وتامين وصولها بدون عراقيل الى المحتاجين كافه في جميع انحاء قطاع غزه، بما في ذلك انشاء اليه لمراقبه المساعدات عبر المعابر والخطوط المواجهه ودعوه السلطه القائمه بالاحتلال الى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الانساني الدولي سيد الرئيس نود ان نرى تطبيق القانون الدولي تطبيقا عادلا بمعايير واحده بلا تمييز او تفضيل بين الاطراف فصمت المجتمع الدولي وازدواجيه المعايير التي يتعامل بها ازاء الفظائع والمجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين والمنشات المدنيه والاغاثيه والانسانيه يظل وصمة عار على جبين الإنسانية ومن شأنه تقويض النب... تقويض الثقة في النظام الدولي ومنظماته. إن حلقة العنف الراهنة تلقي بمسؤولية على المجتمع الدولي وتحديدا هذا المجلس ألا يسمح باستمرار هذا الوضع فقد آن الأوان للعمل الجاد واتخاذ إجراءات حقيقية نحو تق... تحقيق السلام العادل والشامل وقد أثبتت الأحداث الراهنة أن أي محاولات الالتفاف على التسوية العادلة سواء بحلول جزئية ومناورات سياسية لا ترمي إلا للمماطلة وكسب الوقت أو باستخدام القبضة الحديدية بمختلف أشكالها العنيفة بهدف التخلص من الشعب الفلسطيني هي محاولات مصيرها الفشل فالشعب الفلسطيني باقٍ ولن يتخلى عن حقوقه لا سيما حقه في تقرير مصيره والاستقلال الوطني. السيد الرئيس نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب فبدلا من اطلاق الاكاذيب تجاه الدول العربية كان من باب من باب اجدر العودة للمراجع والاجابة على السؤال, السؤال المحوري اين خطة السلام التي وافقت عليها اسرائيل ولم تمنح الشعب الفلسطيني حقوق دولته المستقلة وحقوقه ولهذا فعند الحديث عن المرحلة التي تلي الحرب لا بد من التأكيد أن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب ان تكون تحت حكم وقياده فلسطينيه وح وحده الشعب الفلسطيني يملك القرار فيها والتاكيد على ان لا سلامه في المنطقه دون تسويه شامله وعادله ودائمه وفق قرارات الشرعيه الدوليه ومبادره السلام العربيه على اساس مبدا حل الدولتين واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه وشكرا لكم أشكر صاحب المعالي شيخ محمد على بيانه وأعطي الكلمة الآن إلى صاحب المعالي سامح شكري وزير خارجية الجمهورية مصر العربية وزير خارجية الصين رئيس مجلس الأمن سادة أعضاء المجلس توجه بالشكر لجمهورية الصين الشعبية الرئيس الحالي لمجلس الأمن على جهودها الحثيثة لقيادة المجلس في هذا الظرف الدقيق ولمواقفها الداعمة لوقف الحرب الجارية على الأرض الفلسطينية كذلك توجه بالشكر للسكرتير العام على إحاطته القيمة السادة الحضور على الرغم مما تم الإشارة إليه خلال مناقشات اليوم فإن مصر منذ بداية هذا الصراع في 7 أكتوبر قد أكدت على أعلى المستوى إدانة استهداف المدنيين من أي جانب إدانة مطلقة غير مشروطة ومع ذلك فقد وصل التدمير الذي يشهده قطاع غزة حدا غير مسبوق حيث بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين ما يزيد عن ألف و... 15 ألف مدني منهم 6000 طفل و4000 امرأة تم تدمير أكثر من نصف المساكن بالقطاع واستهداف المنظومة الصحية بالكامل وبلغت اعداد النازحين حوالي ثلثي سكان القطاع كما تزامن كل ذلك مع استمرار حاله الحصار والتجويع وغلق المعابر الاسرائيليه وتعطيل النفاذ الانساني انتهاكات جسيمه وواضحه للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ماساه انسانيه بكل معاني الكلمه لا يمكن تبرير تبريرها تحت اي ذريعه وعلى الرغم من ذلك لا زلنا نفاجأ بأن دولا نصبت نفسها مدافعة عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، تمتنع عن توصيف ذلك بأنه مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتكتفي بالمطالبة بأن يتم احترام هذا القانون رغم عدم الاكتراث بنداءاتها. لا يمكن أن ينطبق مفهوم الدفاع عن النفس على المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. أي دفاع عن النفس هذا الذي يسمح لقوة احتلال بقمع وتدمير حياة الشعب الذي تحتله ووفقا لأي قوانين دولية تتم شرعنة الدفاع عن النفس في مواجهة شعب يطلب القانون الدولي الاحتلال باحترام أدميته واحتياجاته الإنسانية سيد الرئيس رغم تحذيراتنا وتحذيرات دول العالم أجمع من مخاطر استهداف المدنيين في قطاع غزة فإن النهج الإسرائيلي على مدار أكثر من خمسين يوما لا يمكن تفسيره إلا بكونه سياسة متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة من خلال استهداف المنشآت المدنية والطبية والمساكن ودفع سكان الشمال إلى النزوح جنوبا في قطاع يعاني بالأساس من كثافة سكانية عالية من حصار خاص منذ سنوات إن سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي ما زالت هدفا لإسرائيل ليس فقط من خلال التصريحات والدعوات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين وإنما من خلال خلق واقع مرير على الارض يستهدف طرد سكان غزه الفلسطينيين من ارضهم وتصفيه قضيتهم من خلال عزل الشعب عن ارضه والاستحواذ عليها. ويتحدث ذلك دون ويحدث ذلك دون ان ينهض المجتمع الدولي للحيلوله دونه كما تقاعس في السابق مرارا وتكرارا عن مواجهه الدم والهدم والاستيطان والقتل خارج القانون ومراسات غير شرعيه سكت عنها المجتمع الدولي فتم تكريسها وتمادت وأمعنت فيها دولة الاحتلال سيد الرئيس لا يخفي عليكم إن ما يحدث بغزة أمام أعين العالم يقابله في الضفة الغربية سياسة شبيهة طاردة لسكانها من أبناء الشعب الفلسطيني سواء من خلال إطلاق العنان للعنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة فضلا عن الهد أت أت فضلا عن التهام الأرض من خلال عمليات استيطانية ممنهجة تكرس الاحتلال غير الشرعي وتؤكد مصر مجددا أمام مجلسكم الموقر رفضها الكامل لأية نوايا أو خطط أو محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال نقل الشعب الفلسطيني من ارضه المحتله منذ عام 67 وتحذر من تاثير هذا التوجه على السلم في المنطقه باسرها وتدعو المجتمع الدولي للوقف بقوه امام جميع الممارسات التي قد تؤدي الى ذلك. سيد الرئيس اليوم الحالي او اليوم التالي جدل يتزايد الحديث فيه رغم ان الاجابه واضحه استنادا للمنطق السليم وللشرعيه الدوليه. وهي ضرورة وقف تلك الحرب اللعينة وحفظ الأرواح وحماية المدنيين من ولاتها قبل أن نفكر في ملامح اليوم التالي. تعمل مصر حاليا على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية ونجحت بالتعاون مع الشقيقة قطر ومع الولايات المتحدة في تفعيل صفقة تبادل سجناء ورهائن تتضمن أيضا نفاذا للمساعدات لغزة جنوبا وشمالا. وستستمر مصر في جهودها لاطاله زمن الهدنه والعمل على التوصل لوقف لاطلاق النار ووقف الحرب والدمار وندعو مجلس الامن لدعم تلك الجهود ولدعم جهود محاسبه المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين ايا كانوا لقد طلبت مصر منذ اليوم الاول بضروره اطلاق سراح الرهائن المدنيين وادانت اي تعرض للابرياء لكننا نتساءل عن موقف المجتمع الدولي ومجلسكم الموقر ازاء السجناء الفلسطينيين من اطفال ونساء الذين عانوا سنوات الحبس في ظروف قاسية دون توجيه اتهامات او الخضوع لمحاكمة، اليس هؤلاء ايضا رهائن لدى دولة الاحتلال؟ نعمل كذلك بالتوازي مع شركائنا باللجنة التي تم تشكيلها خلال القمة العربية الاسلامية التي عقدت بالرياض من اجل النفاذ الانساني لقطاع غزة. وقمنا في هذا الصدد بتقديم مشروع قرار لمجلسكم المؤخر للنظر فيه، وهو مشروع غير مسيس يرتكز فقط على الجانب الانساني وعلى انفاذ اثنين وعلى انقاذ اثنين ونصف مليون بريء هم اهل غزه، وندعوكم للتعاطي معه بالايجابيه والمسؤوليه التي ترتقي للماساه الانسانيه غير المسبوقه. وبما يؤدي الى زياده ملموسه لحجم المساعدات الانسانيه للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزه. فما تم توفيره حتى الان والتي اسهمت مصر بسبعين بالمئة منه منفرده فانه لا يكفي لاحتياجات مليون مليونين ونصف فلسطيني. وندعوكم ايضا لتفادي ازدواجيه المعايير وان تتم ترجمه تصريحاتكم المتعاطفه مع اهل غزه الى واقع. بل ونرى ان اي محاوله لتعطيل مشروع قرار هي هو بمثابه مباركه للحصار وتجويع للاطفال والنساء وتركهم بلا ماوى او حد ادنى من الرعايه الصحيه في ظروف في منتهى القسوه مع دخول في فصل الشتاء. اما عن اليوم التالي ورغم ان ملامحه لم تتضح بعد نظرا للغموض المتزايد للأهداف الحرب الحاليه الا اننا لا نرى بديلا عن العمل على معالجه جذور الصراع والمسببات الحقيقيه للماسي التي نشهدها اليوم. معالجه القضيه الفلسطينيه بشكل كامل يفضي الى انهاء الاحتلال. فبدون ذلك فان نتائج جهودنا جميعا ستظل مؤقته وستتكرر جولات العنف ولن يتحقق الامن والاستقرار الذي ننشده الذي تنشده المنطقه بما في ذلك اسرائيل ذاتها. يجب ان نتفق جميعا على عهد على ان عهد اللغو بلا طائل يجب ان ينتهي وعلينا التكاتف من اجل انفاذ الحل الوحيد المتفق عليه دوليا وهو حل الدولتين انفاذ وانقاذ وليس فقط دعم بالتصريحات وان يتواكب مع ذلك اعتراف من من لم يفعل من الدول الاعضاء بالامم المتحده بالدوله الفلسطينيه كما أدعو مجلسكم الموقر لقبول عضوية دولة فلسطين كاملة للأمم المتحدة فهو أمر من صميم صلاحيات مجلسكم وفقا لميثاق الأمم المتحدة ختاما أتوجه لجميع الأطراف المهتمة باليوم التالي نعم لقد حان الوقت للعمل الجاد ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع بلا استثناء لصياغة الإطار السياسي والخطوات اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت مع أصله والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد الدوله الفلسطينيه المستقله المتوسطه الاراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه. هذا هو اليوم التالي الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه ويوفر للشعب الاسرائيلي الامان ويتيح لكافه شعوب المنطقه الامن والاستقرار. والتعايش المشترك والتعاون من اجل التنميه والازدهار وبما يتسق مع قيمنا الانسانيه المشتركه وشكرا. شكرا. اشكر معالي السيد سالم على هذا البيان اعطي الكلمه الان الى المملكه العربيه السعوديه الكلمه الان ل سمو الامير فيصل بن فرحان السعود وزير الشؤون الخارجيه من المملكه العربيه السعوديه. أم وزير خارجيه جمهوريه الصين الشعبيه السيد يي معالي الامين العام المتحدة السيد انتونيو غوتريس اصحاب المعالي والسعاده اود في البدايه ان اشكر جمهوريه الصين الشعبيه على ادارتها الحكيمه خلال رئاستها لمجلس الامن ولدعوتها لعقد هذه الجلسه الهامه لمناقشه التطورات الجسيمه في فلسطين كما توجه بالشكر الى معالي الامين العام المتحدة على احاطته المهمه إزاء تنفيذ القرار 27/12 الذي اتخذه المجلس بشأن الأوضاع في غزة، ونقدر دوره وجهوده البناءة في هذا الشأن. سيد الرئيس ها نحن نلتقي مرة أخرى في هذا المجلس تحت ظل ذات الظروف العصيبة والمؤلمة في قطاع غزة. منذ الجلسة السابقة وصل مجموع الضحايا المدنيين في غزة إلى أكثر من 14 ألف قتيل، 67% منهم من النساء والأطفال. كما تعدى مجموع النازحين المليون ونصف المليون شخص هجروا من منازلهم نتيجة التصعيد العسكري المريع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك متواصل لمواثيق قرارات الشرعية الدولية وما بعد إن الإنسانية المشتركة ولا يزال الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية هو السائد في ظل عجز هذا المجلس عن اتخاذ أي إجراءات رادعة أمام هذه الانتهاكات انطلاقا من رفضنا القاطع لهذا الواقع المرير وضروره التحرك لنهائه استضافت المملكه العربيه المملكه القمه العربيه الاسلاميه المشتركه غير العاديه في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023 بحضور قاده الدول وحكومات الدول الاعضاء في جامعه الدول العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي وقد صدر عن القمه قرارات تمثل اراده الشعوب العربيه والاسلاميه تسعى لحقن الدماء وايصال المساعدات دون قيود وإيقاف الانتهاكات وتجاوز الأزمة والمعاناة غير المبررة في فلسطين والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبه المشروعة باستعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة مطالبة إن المجتمع الدولي ومؤسساته القيام بمسؤولياته تجاه تحقيق ذلك دون تعطيل سيد الرئيس رسالتنا واضحة وموحدة بعد القمة العربية والإسلامية المشتركة وهي وقف فوري ودائم لإطلاق النار يؤسس لعملية السلام جادة وذات مصداقية وندعو الدول التي تنشد السلام والعدالة وتسعى للحفاظ على شرعية ومتانة النظام الدولي الذي اهتزت مصداقيته إثراء تعاطيه البطيء مع هذه الأزمة الإنسانية أن تضم أصواتها إلى أصواتنا سيد الرئيس لقد رحبت المملكة بالهدنة الإنسانية وثمنت الجهود القطرية والمصرية والأمريكية في إتمامها تشكل الهتنة خطوة أولى لتحرير الأسرى والمحتجزين وتمكين عودة النازحين وإدخال المساعدات الكافية والوافية لهم إلا أن هذه الخطوة غير كافية بالذات في ظل القيود المستمرة على عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة لا بد أن يتم إيصال المساعدات بشكل مستمر ومستدام وكاف دون قيود غير مبررة وتعقيدات إضافية لأن وضع المدنيين لم يعد يستحمل ان اي تاخير في وصول المساعدات الماسه اليهم. كما يجب تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 27 بشكل كامل والبناء عليه بوقف شامل وفوري لاطلاق النار. فالهدنه لا تعفي الجانب الاسرائيلي من مسؤولياته في اطار القانون الدولي والقانون الدولي الانساني. ان الذراع الواهيه للدفاع عن النفس غير مقبوله وغير معقوله في ظل مشاهد المثاس الانسانيه المتكرره بشكل يومي في غزه. إن السماح باستمرار التصعيد العسكري فور انقضاء الهدنة والرجوع خطوتين إلى الوراء سيشكل وصمة عار على هذه المنظمة وعلى مجلس المؤقر السيد الرئيس سمعنا خلال هذه الجلسة أن الماء والغذاء والدواء لن تفضي بنا إلى حل. إذا ماذا سيفضي بنا إلى الحل؟ مزيد من الموت؟ مزيد من المعاناة للمدنيين؟ لا. إن ما يقربنا من الحل هو وقف الاطلاق النار واستجابه اسرائيل لمساعي السلام التي استمرت لعقود حيث قدمت المملكه العربيه السعوديه خطه السلام العربيه في قمه فاس العربيه عام 1982 كما قدمت مبادره السلام العربيه في قمه بيروت العربيه عام 2002 وايادتها منظمه التعاون الاسلامي كما اعترفت منظمه التحرير الفلسطينيه بدوله اسرائيل عام 1993 فاين خطه السلام الاسرائيليه واين الاعتراف الاسرائيلي بدوله فلسطين؟ نحن دعاة سلام ولطالما كان السلام خيارنا الاستراتيجي ونريدها ان يكون خيار الجانب الاخر ايضا. لقد حان الوقت لصدور اعتراف دولي بقرار من مجلس الامن بدوله فلسطين المستقله وان تنال العضويه الكامله في الامم المتحده. ونجدد دعوتنا لعقد مؤتمر دولي السلام برعايه الامم المتحده. تنطلق من خلاله عمليه سلام جاده وذات مصداقيه. تكفل تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية شكرا سيد الرئيس أشكر سمو الأمير على هذا البيان والكلمة الآن للأردن بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس معالي الأمين العام الزملاء الأعزاء ثلاثة وثلاثون يوما مضت منذ جئتكم وزملاء آخرون نطلبكم قرارا يفرض وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتل لم يصدر القرار ولم يتوقف العدوان استشرس أكثر وزادها مجية ودموية ووحشية اعتبرت إسرائيل صمت المجلس على عدوانها تغطية لجرائمها فسرقت حياتها ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين طفلا فلسطينيا آخر منذ اجتماعنا في الخامس والعشرين من الشهر الماضي ليصل عدد الأطفال الذين ارتقوا نتيجة عدوانها إلى ستة آلاف ومائة وخمسين من دون إحصاء من يزال منهم مدفونا تحت الأنقاض ومن دون عد واحد وستين طفلا ارتقوا منذ بدء العدوان في الضفة الغربية آخرهم آدم سامر الغول ثمانية أعوام وباسل سليمان أبو الوفاء خمس عشرة عام قتلهما الاحتلال أمس بعض هؤلاء الأطفال قتله فسفور الاحتلال الأبيض بعضهم قتله مرض منعت إسرائيل وصول دوائه وآخرون ارتقوا في ركام بيوت دمرتها قنابل إسرائيل الدقيقة دمهم نور دمهم حق هذه هي العدوانية الإسرائيلية الانتقامية الفجة التي ما يزال بعض يبررها دفاعا عن النفس في تجاوز آخر للقانون الدولي الذي ينص حاسما أن لا حق لمحتل في الدفاع عن النفس هذه هي الانتقامية التي قتلت عشرة ألف فلسطيني من أهل غزة والتي لم تسمح منذ الحادي والعشرين من الشهر الماضي بدخول إلا حوالي أربعة ألاف وسبعمائة وسبع وخمسين شاحنة مساعدات أي ما لا يكاد يغطي حاجة ثلاثة أيام ونصف خلال ثمانية وثلاثين يوما حسب تقديرات الأنروا التي قالت إن قطاع غزة المحاصر يحتاج ثمانية ثمانمائة شاحنة من المساعدات يوميا تغذي هذه المجزره غرائز عنصريين اسرائيليين اعتادوا نكران انسانيه الفلسطينيين وجعلوا منابرهم الوزاريه والبرلمانيه منصات كراهيه تنطلق منها سياسات قتل الفلسطينيين وتشريدهم وتهجيرهم وتجويعهم وانتهاك حرمه مقدساتهم واستباحه حقهم في الحياه وحقهم في الكرامه وحقهم في الحريه من يريد حماية شعبه لا يسرق حياة شعب اخر ويسلح المستوطنين ويحمي ارهابهم. من يريد امن شعبه لا يستعمر ارض شعب اخر ويسجن اطفاله من دون محاكمة وبلا رحمة. الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية هو سبب الصراع وهو اساس الشر. زواله هو سبيل الامن وطريق السلام. للفلسطينيين وللاسرائيليين ولكل شعوب المنطقه يكذب من يقول لكم ان الصراع ديني يحاول عبثا ان يزور التاريخ وان يزور الراهن الذي تتحدى بشاعته التي يفاقمها الاحتلال بدم الابرياء ومعاناتهم انسانيتنا المشتركه هناك صراع لان هناك احتلالا غاشما وظلما سافرا سرق ماضي شعب كامل ويدمر حاضره ويحاصر مستقبله في ضيق قمعه وكراهيته زملاء الاعزاء التنمر اداه منعدم الحجه وفاقد المنطق وهشيش الطرح لا تدعن لتنمر من اعتمد البطش منهجا فيهاجم امين عام الامم المتحده مره واليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مرة أخرى وكل من يقول لا للقتل ولا للتجويع ولا للحصار ولا لخرق القانون الدولي نحن العرب قدمنا طرحا كاملا لسلام كامل ينعم في ظله الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمن مبادرتنا العربية تعود للعام 2002 ماذا قدمت إسرائيل التي رفضت مبادرتنا لتحقيق السلام لتجلب السلام لشعبها وللفلسطينيين، ماذا فعلت غير تكريس الاحتلال؟ الزملاء الكرام نطلب ان يفرض مجلس الامن وقف النار لينتهي العدوان. ونطلب ان يفرض المجتمع الدولي زوال الاحتلال لينتهي الصراع. كلكم تدعمون حل الدولتين، الذي يعني تعريفا انتهاء الاحتلال. عملية سلمية جديدة تمتلك اسرائيل قدرة جعلها مفاوضات عبثية لن تنتج هذا الحل. ثمة سبيل واحد للسلام الذي ننشده جميعا وهو ان يعتمد ان يعتمد مجلس الامن قرارا ملزما يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة بحدود الرابع من حزيران 1967 ويفرض ايضا إطلاق خطوات محددة الزمن لتنفيذه ويمنع الخطوات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقتل فرص السلام وتقتل الإيمان به استجابة إسرائيل لهذا القرار تحقق السلام والأمن للإسرائيليين وللفلسطينيين وتضع المنطقة على طريق مستقبل لا خوف فيه ولا قهر ولا كره رفضها يعني إصرارها على ان يظل الصراع مصير منطقتنا، ويجب ان يضعها في مواجهه فعل دولي لاجم يحاصر غطرستها ويعاقب تعنتها، ويجعل كلفه احتلالها عاليه حد استحاله استمراره. بغير ذلك سيبقى الصراع. وستتفجر بعد الحرب على غزه حروب. فللحريه باب في كل زمان وفي كل مكان أحبطت إسرائيل جهود تحقيق السلام على مدى الثلاثين عام الماضية فحالت دون المنطقة وحقها بالأمن والاستقرار لا تسمح لها أن تغرق المنطقة في دوامات دم وصراع لثلاثين سنة أخرى الزملاء الأعزاء إرادة الحياة أقوى من غرائزية القتل فطرة الحرية الحرية أصلب من نزعة البطش ما ان اتاحت الهدنه للفلسطينيين مساحه تنفس، حتى سار غزيون شمالا نحو حواريهم المدفونه بركام بيوتهم. ما ان توقفت قنابل اسرائيل عن تدمير غزه، حتى خرج اطفالها الى شوارعها يلعبون ويحلمون. ما ان دفن وائل الدحدوح زوجته وابنته وابنه وحفيدته الرضيعه، حتى امتشق مايكروفونه يحكي صمود شعبه. الشعب الفلسطيني الذي يريد العدالة ينشد الحرية يطلب الحق ويستحق الحياة زملاء الأعزاء اليوم هو اليوم الدولي للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ليكن التضامن حقيقيا ينهي سفك دم أبنائه في غزة وفي الضفة الغربية ويؤكد له أن العالم يقف مع حقه في الحرية وتقرير المصير وضد الاحتلال وظلم الاحتلال. الزملاء الاعزاء الاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان. الاحتلال والامن ضدان لا يلتقيان. نحن نريد السلام عادلا وشاملا ودائما سلاما سبيله الوحيد هو انهاء الاحتلال وتجسيد الدوله الفلسطينيه المستقله ذات السياده والقدس المحتله عاصمه ابديه لها على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بامن وسلام الى جانب اسرائيل. هذا السلام حق لكل شعوب المنطقه، حق للفلسطينيين وحق للاسرائيليين. طريقه واضحه وتحقيقه مسؤوليه دوليه. قفوا بوجه من يحول دونه، افرضوا هذا السلام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لساعدة ممثل الأردن وأعطي الكلمة لتركيا السيد الرئيس أشكر الصين على إذا مشاهدينا كنا نتابع معكم جلسة لمجلس الأمن حول غزة واستمعنا في آخر الكلمات لكلمة وزير الخارجية الأردني والذي تحدث أنه على مجلس الأمن أن يعتمد قرارا يعترف بدولة فلسطين قال أيضا العرب قدموا طرحا كاملا للسلام منذ عام 2022 ورفضته إسرائيل قبلها أيضا كان هناك كلمة وزير الخارجية السعودية الذي قال حان الوقت لاعتراف دولي بفلسطين دولة مستقلة وقال استجابة إسرائيل لمساعي السلام يقربنا من الحل استمعنا أيضا لكلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري والذي قال ندعو لقبول فلسطين دولة كاميرات العضوية في الأمم المتحدة ونرفض محاولات تهجير الفلسطينيين من ارضهم. كل هذه الكلمات سنتابعها معكم في نشراتنا اللاحقه وسنتابع باقي مجلس جلسه مجلس الامن حول غزه في هذه الكلمات التي استمعنا اليها. ايضا مشاهدينا ساعود ارقاكم على راس الساعه الى اللقاء. نترك اشياء من اجل اشياء اخرى. نحاول جاهدين ان ندرك ان نعرف السر في الوصول الى غايتنا. من العيش الكريم بلا حروب او صراعات او جوع او مآسف لطالما كانت الامنيات صعبه التحقيق. والاحلام تبقى اسيره الواقع الـ... <applause> الذي طالما ننتظره ان يتغير تتواصل المواجهات العنيفة على الوضع كارثي هنالك معاناة كبيرة كما تشاهدون كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهجوم المضاد الجيش الروسي فوجئ بأنه مضطر لحرب عصابات كرسون تعاني كارثة إنسانية كبيرة جدا هل يعني ذلك بالفعل لم تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية المشكلة التي قد تفاجأ بها هي كسر الخطوط الحمراء على الطرف الآخر هذا هو خط الجبهة الأول تم إجلاء 1700 شخص من مناطق فرسون المختلفه نشر سلاح نووي في بيلاروسيا هو استعراض قوه عن رساله تهديد اظن الغرب هو يريد استنزاف روسيا هذا الهجوم كان لابد ان يحدث هذه كارثه لاوكرانيا كيف يمكن بان اوكرانيا يمكن ان تفجر السد الخاص بها؟ ماذا لو قيل انك تعايش الان احداثا لم ترها البشريه من قبل. اخبارا غيرت مسار التاريخ. وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم هناك تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك؟ انك تشهد على مرحله زمنيه. سيكون لها اثر على اجيال قادمه. لعشرات السنين. انت الان تابع الاخبار، تشاهد احداثا عالميه، وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظه حدوثه. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما روسيا لن تنسحب من سوريا ولكن الآن تعيد إعادة تموضع هنا قبالة مدينة عين العرب هدوء حذر في الجانب التركي موقف وزير الخارجية الروسي هو لو أخضر هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية هناك قوات سورية سوريا تسيطر ومدعومة من قبل الروس النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من جميع أن التي تسيطر عليها القوات التركية هي حرب صمت من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة ماذا عن النظام ودور النظام نتحدث هنا عن أراضي سوريا يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم اوجاعهم ان يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث يطبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الإنسان هو محور الحدث جانب الأسرائيلي من مسؤولياته في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وزراء الخارجية العرب يدعون من داخل مجلس الأمن إلى الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة كاملة العضوية إن السماح باستمرار... مساع لتمديد هدنه غزه التي تنتهي اليوم أهلا بكم دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذلك خلال مشاركتهم في جلسة للمجلس حول غزة أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن حجج إسرائيل الوحية للدفاع عن النفس غير مقبولة الأمير فيصل بن فرحان قال أيضا أن ما يقرب للحل هو وقف النار وحل الدولتين فالهدنة لا تعفي الجانب الإسرائيلي من مسؤولياته في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إن ذراعي الواهية للدفاع عن النفس غير مقبولة وغير معقولة في ظل مشاهد المثاس الإنسانية المتكررة بشكل يومي في غزة إن السماح باستمرار التصعيد العسكري فور انقضاء الهدنة والرجوع خطوتين إلى الوراء سيشكل وصمة عار على هذه المنظمة وعلى مجلس المؤقر السيد الرئيس سمعنا خلال هذه الجلسه ان الماء والغذاء والدواء لن تفضي بنا الى حل اذا ماذا سيفضي بنا الى الحل؟ مزيد من الموت؟ مزيد من المعاناه للمدنيين؟ لا ان ما يقربنا من الحل هو وقف اطلاق النار واستجابه اسرائيل لمساعي السلام التي استمرت لعقود. قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام مجلس الأمن في نيويورك إن هناك غياب تام لأليات المحاسبة الدولية عما يجري من قبل إسرائيل في قطاع غزة منذ الجلسة السابقة وصل مجموع الضحايا المدنيين في غزة إلى أكثر من عشر ألف قتيل 67% منهم من النساء والأطفال كما تعدى مجموع النازحين المليون ونصف المليون شخص هجروا من منازلهم نتيجة التصعيد العسكري المريع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك متواصل لمواثيق قرارات الشرعية الدولية وما بعد إن الإنسانية المشتركة ولا يزال الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية هو السائد في ظل عجز هذا المجلس عن اتخاذ أي إجراءات رادعة أمام هذه الانتهاكات من معبر رفح ينضم الينا مراسل الحدث محمد عوض، محمد اذا نعود اليك دائما في كل جديد يتعلق بتبادل الاسرى في اليوم السادس من الهدنه، ما التفاصيل لديك؟ نعم قبل قليل وصلت مركبات اللجنه الدوليه للصليب الاحمر وهي تقل سيدتين تم استلامهما من المناطق الجنوبية لقطاع غزة حيث دخلت في خلفية الصورة هنا معبر رفح ودخلت هذه السيارات التي تتبع للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الجانب المصري وحيث وثقنا لحظة وصول تلك السيارات التي تقل اثنتين من المحتجزات لدى كتاب القسام وأيضا هذه عملية التسليم هي جزئية لأن هناك تسليم لمحتجزين اخرين في اماكن اخرى من قطاع غزه، لكن لم تصلنا المعلومات الدقيقه حول اماكن التسليم جغرافيا نتحدث وليس وليس المناطق، وبالتالي عمليه التسليم تجرى بشكل جزئي هنا في معبر رفح البري حيث نشاهد هذه الاضواء وهي المنبعثه من الجانب المصري الذي يستقبل يعني المحتجزين او هاتين السيادتين نشاهد سيارات الاسعاف التي تصل الى الجانب الفلسطيني وهي لا. سيارات اسعاف مصريه وصلت للتو الى معبر رفح البري لاتمام عمليه التبادل هذه باشراف وتنفيذ ايضا من الصليب الاحمر وبمتابعه مصريه وقطريه بحكم الوساطه التي تدور بشكل ثنائي من اجل وقف اطلاق النار الانساني هنا في قطاع غزه في يومه السادس وتم بالفعل قبل قليل تسليم هاتين السيادتين الى مصر وتكمل اللجنه الدوليه للصليب الاحمر عمليه نقلهما الى معبر كرم ابو سالم ومن ثم الى الداخل الاسرائيلي المصادر تشير الى ان القسام ايضا قام بعمليه تسليم مماثله في مناطق شمال ومدينة غزة لكن حتى الآن لم يؤكد لم تؤكد القسام عملية التسليم من المناطق الشمالية أو مناطق مدينة غزة لكن المؤكد أن سيارات الصليب الأحمر وصلت للتو وقمنا بتوثيق لحظة وصولها إلى معبر رفح البر الذي فتح لإدخال المساعدات وأيضا ادخال ونقل هؤلاء المحتجزين والاسرى لدى شكراً. الفصائل الفلسطينيه. محمد سنعود اليك تباعا في كل جديد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من معبر رفح مراسل الحدث محمد عوض. اذا مشاهدينا سننتقل الان الى نيويورك والزميل طلال الحاج الذي سيجري مقابله مع مندوبه مالطا الدائمه لدى الامم المتحده هناك، اليك طلال. شكرا ضحى مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم يسعدنا الآن أن نستضيف على الهواء مباشرة من نيويورك السفيرة بينسا فريسا المندوبة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة المندوبة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة مرحبا بك شكرا جزيلا اسمح لي أن أبدأ بالقول بأن مالطا عبر قيادتكم هنا في الأمم المتحدة تمكنت من تحقيق روسيا والولايات المتحدة والبرازيل ومجموعة الإيتان فشلت مسوداتهم ومشروع قراراتهم من تحققه وهو الحصول على النتاج الأول من مجلس الأمن منذ بدء الحرب في غزة وعلى شكل قرار 27-12 في الخامس عشر من نوفمبر تهانينا لكم وأحسنتم عملا معالي السفيرة القرار إنجاز هام جدا والأمين العام المتحدة جاء إلى هذه الجلسة اليوم لتقديم تقرير حول مدى تطبيق اطراف لمواد القرار فاود ان ابدا معك بان اذكر حقيقه هو الترحيب ترحيب غوتيرش منذ البدايه والذي اعترف به لتبني القرار 27 عشر وبحسب كلامه فإن القرار مهم جدا ولكن تطبيق الأطراف لهذا القرار هو أكثر أهمية وأنا أقتبس من كلماته وصف تطبيق القرار على أنه جزئي كأفضل ما يوصف وهذه الكلمات التي استخدمها الأمين العام للأمم المتحدة وأكدت على أنه أسس مجموعة عمل مكونة من الدائرة شؤون الشؤون السياسيه والعمليات واوتشا وهي الجزء الانساني من الامم المتحده لطرح المقترحات فيما يخص ضمان مراقبه تطبيق القرار او بصفتكم انتم من صاغ او مؤلفي المشروع او اصبح الان قرارا مره اخرى احسنتم عملا لتمكنكم من الحصول على نتائج من هذا المجلس المقسم جدا ما هي ارائكم حول هذه الآلية آلية المراقبة وهل تعتقدون بأنها ستساعد في ضمان تطبيق الأطراف لهذا المشروع في قرارنا نحن نطالب بأن الأمين العام يوفر لنا بشكل ملاح الخيارات حول كيفية تطبيق المراقبة من المهم جدا مراقبة تطبيق القرار لأن هذا القرار هو لمسألتين يجب أن يتم العمل عليهما أولا التحرير الرهائن وثانيا إيصال المساعدات وتحت مظله تسليم المساعدات لدينا الاجلاء الطبي للاطراف ومن هو مريض ومن هو مصاب والمهتمون بهم هذا من الانساني حاليا نشهد التطبيق الاول للقرار عبر وقف اطلاق النار المؤقت وتبادل الأسرة وهذا يظهر مدى أهمية أن هذه الوقفات المؤقتة بالنسبة لنا لفترة مستدامة من الوقت من أجل إيصال المساعدات الضرورية وكذلك لعملية الإجلاء وأطلاق سراح الرهائن من الواضح من أننا بحاجة لعدة أيام ونود أن يتم الاستمرار بتمديد هذه الهدنة كانت أربعة أيام رحبنا بالتمديد ليومين ونود أن نرى المزيد وهكذا سيكون العمل أكثر أسهل بكثير لمراقبة العملية أيضا قال في التقرير أن القرار 27-12 يطالب كافة الأطراف الامتثال واحترام التزاماتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي وبشكل ملحوظ فيما يخص حمايه المدنيين خاصه الاطفال في غزه. من الواضح انه قبل هذا الوقف المؤقت شهدنا انتهاكات صارخه تتجاوز اعداد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا بالمئة من اهالي غزه ارغموا على الخروج من شمال غزه تجاه الجنوب. ولكن مع المراقبه الملائمه والمناسبه هل تعتقدين باننا نستطيع ان نتجنب كل هذه الانتهاكات من قبل طرف من النزاع و تطبيق القانون الانساني الدولي هذه هي روحيه القرار من اجل ضمان عدم انتهاك القانون الانساني الدولي من اي طرف لان حماس فعلته في من اكتوبر ايضا عمل شنيع وينتهك العديد من القوانين ايضا وعمليه الاختطاف لارهاء خاصه الاطفال هو ايضا انتهاك للقانون الدولي، فهنالك انتهاكات من عده اطراف ولكنها غير متلائمه في الحجم، صحيح ولكن لا يمكن المساواه والمقارنه بينهما، هنالك عده اعمال وكل اعمال تنتهك القانون وواحد لا يساوي الاخر، ولكن ما حصل في السابع من اكتوبر بالتاكيد يجب ان يدن والاعمال الاخرى التي جرت ضد المدنيين بنفس الشكل، بالنسبه لنا حمايه المدنيين مهمه للغايه و بالتاكيد مجلس الامن يرى ذلك ليسنا نحن فحسب ومجلس الامن لم يتوقف فقد او يمنع هذا القرار وقد تبناه وفيه رسائل هامه والان وفيما يخص اذا ما كان ستكون هنالك مساءله او محاسبه هذا ليس دور المجلس هنالك الأطور الاطر القضائيه او الهيئات القضائيه التي عليها ان تتحقق ولكن حقيقه ان قرارنا وكقرار مجلس امن وهو ملزم قانونيا فهو <applause> <سؤال> ليس فقط وضع اخلاقي بل قانوني <applause> لضمان الامتثال بالقانون الانساني هذه مساله للمحاكم <سؤال> الدوليه علينا جمع الادله واتخاذ المسار القضائي او الاجراءات القضائيه من اجل المحاسبه على ذلك الا ترى احتمال مثلا للمحكمه الجنائيه الدوليه لتحقيق جرائم القتل وجرائم ضد الانسانيه وحتى الاباده الكثيرون يسمون ما تقوم به اسرائيل في غزه كاباده هنالك بعض الدول قدمت طلبا للمحكمه الجنائيه الدوليه لفعل ذلك نحن عضو مؤسس وندعم المحكمة الجنائية الدولية والهيئات القضائية الدولية التابعة للأمم المتحدة. إذا ليست لديكم أي مشكلة إذا ما حققت المحكمة الجنائية الدولية في هذه الجرائم. هذا هو دورها. وبالتالي نحن نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية في كل حالة ليس فقط في هذه الحالة بل في كل حالة أن تؤدي واجباتها وفقا لواجبها تحدثنا عما يؤمن به والقرار 27-12 القرار المالطي كما يسمى ولكن السفير الروسي كان منتقدا جدا لقراركم وصفه على أنه عديم الجدوى والوقفات الإنسانية المؤقتة ليس مفاجئا أنه لا يطبق، وهذه كلماته وليست كلماتي، ورسالته كانت قد قللت أمريكا من شأنها ولا يشمل متطلبات لوقف إطلاق النار ولا إجراءات لتقديم المساعدات لمن هم بحاجة الغارات الإسرائيلية ضد ما حصل في الضفة الغربية القرار لم يذكر ذلك حسب ما قاله والهجمات ضد سوريا والتوترات مع الخط الأزرق مع لبنان ماذا تقولين له أنا أرحب بانتقاد السفير الروسي ولا أعتقد بأنها تقلل من قيمة قرارنا قيمة القرار هي حقيقه ان الجميع لم يكن سعيدا به وكل عضو بامكانه ان يجد شيئا ربما كان يرغب ان يغيره في القرار ولكن كلامه كثير صحيح عندما تفاوضنا على هذا القرار قلنا بانه سيركز بشكل خاص على الاحتياجات الانسانيه خاصه الاطفال وبالتالي فهو لا يعالج المسائل الاخرى كما قلنا بأنه خطوة وبالتالي يجب أن تكون هناك خطوات أخرى ونحن نرحب بأي مبادرة من الروس إذا ما كانوا يعتقدون بأنه هنالك يجب أن تصدر قرارات معجلة مسائل أخرى لكن هذا القرار مرر لأنه كان مركزا بشكل كبير جدا على الاحتياجات الإنسانية للأطفال على الأرض الوقفات الإنسانية المؤقتة الأمين العام رحب بتمديد الوقفات الإنسانية المؤقتة ولكن الرياض المالكي أو الخارجية الفلسطينية قال يجب أن تترجم إلى وقف أطلاق نار دائم ولا يريدون وقفات مؤقتة واستئناف الحرب بعدها يريدون وقف أطلاق نار مستمر وطرحت نفس السؤال على الوزير الخارجية السعودي وقال بأنه متفائل بحذر بحذر كبير بصيص أمل لم يقل بأنه متفائل كيف تشعرون من جهات اتصالكم و تعمقهم في هذا الامر، ما هي فرص التوصل الى وقف اطلاق نار دائم في غزه؟ قلنا في بياننا اننا ايضا نرغب برؤيه ذلك واستمرار تمديد الهدنه ونود ان يطلق سراح كافه الرهائن، ولكن في قرارنا اطلاق سراح الرهائن وايصال المساعدات الانسانيه ليست مشترطه بعضها على بعض. وكتب ذلك عن عمد بهذا الشكل لأنه حالما يطلق سراح رهان فيجب أن يكون هنالك استمرار بالوقفات إطلاق النار المؤقتة لهذا فأنهما يمكن يحصل عليه بالتزامن كما يحصل الآن ولا يجب أن يكون أحدهم مشروطا على الآخر هذا ما نعمله وبينما تستمر الحدنة ويستمر تمديدها كما حصل الآن فسيكون من الصعب جدا علينا نحن او على اعضاء مجلس الامن وكذلك على قاده العالم وللعامه وجمهور العام تقبل استئناف العمليات القتالية سيكون ذلك مرفوضا الأمين العام قال أنه هنالك زيادة ما سوى مستمرة في الاحتياجات الإنسانية من ضمنها الماء والغذاء والوقود والمعدات الصحية كما قال بأن إجراءات النجاح أو التي تعبر النجاح ليست في أعداد الشاحنات تعبر الرفح بل كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى من هم بحاجة إليها ملاحظاتكم كلمتكم ذكرتم بأن منظمه الصحه العالميه تقول بأن عدد اكبر من الاشخاص يموتون بسبب الاوبئه او الامراض وان العمل الفوري مطلوب من المهم جدا ان ندرك بان معبر رفح ليس فيه ما او القدره الكافيه والامين العام طالب باستخدام المعابر الاخرى وكريم شالوم وآليات التفتيش للسماح بالزياده الضروريه للمساعدات كلنا نعرف بان المساعدات تصل الى غزه غير كافيه باي شكل من الاشكال كما ندرك من الامارات العربيه المتحده تكتب مشروع قرار كما وصفته أنتي ايتن يوم امس في الامارات العربيه او في مهمه الامارات العربيه المتحده كيف <applause> ترون فرص تمرير <applause> <أتبرل> الامارات العربية المتحدة <applause> لهذا المشروع هو قرار انساني <applause> آه تمت صياغته <applause> والان بما انكم خبراء في آه آه تمرير القرارات المثيرة للجدل عبر مجلس الأمن كيف تقيمون فرص نجاح وتمرير المشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن أعتقد بأنه فرصة جيدة جدا لأنه يعالج الواقع على الأرض ويعالج الواقع العملياتي والإنساني على الأرض بعدما ذكره الأمين العام لدينا وزير الخارجية المصري في كلمته أيضا تحدث عن هذا مشروع القرار المقترح لأنه القرار مقترح من قبل مصر ولكن الإمارات العربية المتحدة هي التي تعمل عليه في مجلس الأمن بصفتها عضوا هذا في اجتماع الإيتان يوم امس بدا وانه سيتم صياغته بشكل بناء من المهم جدا ان تبقى مجموعه الإيتان متحده لانه حالما ندخل في مرحله المفاوضات على قرار فيه عشر اعضاء يدعمونه اصلا فيصبح مصدر قوه كبيره بامكان حمل القلم ان يستغلها ونود ان تحقق ذلك الامارات المتحده كما حققناه نحن في قرارنا تمكنا من استغلال قوه مجموعه الايتن وكانت هذه واحده من الاسباب هو قرار مالطي صحيح ولكنه ايضا قرار الإيتان وأتمنى أن تعمل تستمر الإيتان للبناء عليه لإصداره الوقت كاد ينفد انتشار العنف في الضفة الغربية تحدثت في كلمتك وشددت على زيادة العنف ضد الفلسطينيين أو سكان الفلسطينيين في الضفة الغربية هل مجلس الأمن غير قادر بالكامل على ضمان أمن هؤلاء الفلسطينيين في الضفة الغربية ضمنها تحت الاحتلال ربما هذه المرة الأولى التي تذكر في بياننا هو الاجتماع الأول الذي عقدناه المتحدثون هل تحدثوا عن هذه المسألة؟ نعم العديد من الدول الأعضاء في كلماتهم هناك إعلان هام من الولايات المتحدة قال أنهم سيفكرون في عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يقومون بأي عمليات عنف لكنهم يقومون بها تحت حماية القوات الإسرائيلية والأسلحة التي يستخدمونها تقدمها لكم الحكومة الاسرائيلية ولهذا السبب نحن ندين ذلك ونذكر الحكومة الاسرائيلية بالتزاماتها لحماية المدنيين تحت القانون الدولي وإذا ما استمر ذلك فربما يكون لمجلس الامن صوت على ذلك وهل سيتصرف ضد المستوطنين وداعميهم حسب الوضع أو على الحالة أتحدث عن 230 شخصا قتلوا نعم أكثر 230 شخص ولكننا للأسف شهدنا الصحفيين ومقدمي الخدمات الصحية والإنسانية كل ما لا يجب أن نراه شاهدناها كل ما يجب أن يحمى تحت القانون الدولي لهذا من المهم جدا أن يكون المجلس صوت السفيرة دانسا فريزر المدوبة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة توقفت عن عملك في مجلس الأمن تحدثي معنا ومع مشاهدينا أشكرك جزيل الشكر على ذلك وأتمنى لك وافر الحظ شكرا وهكذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا اللقاء الحصري والمباشر مع السفيرة فينيسا فريزا المندوبة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة نشكر لكم كرم المتابعة ونترك لكم الكلمة في دبي الآن شكرا جزيلا لك الزميل طلال الحاج وأيضا ضيفتك الكرام <applause> مع اقتراب انتهاء اليوم السادس والاخير من الهدنه الانسانيه الممدده في غزه تتجه الامور لتمديدها ليومين اضافيين بحسب ما أعلنت مصادر استخباراتية مصرية قالت إنها إن المفاوضات مع حماس لإطلاق المزيد من الرهائن تجرى بشكل جيد وعلق مسؤول إسرائيلي بالقول إن أي تمديد لوقف النار سيكون مشروطا بالإفراج عن جميع النساء والأطفال الرهائن كشفت كتائب القسام التابعة لحماس على, على تيليجرام إن إسرائيل قتلت ثلاثة رهائن إسرائيليين بقصف من بينهم أصغر رهينة عمره عشرة أشهر وشقيق البالغ من العمر أربعة أربع سنوات ووالدتهما قال الجيش الاسرائيلي إنه يتحقق من بيان حماس بشأن مقتل أصغر الرهائن وأسرته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة لم تحقق أهدافها وهو ما يسمى الشيخ أنه ناقش مع ممثلين عن بلدان أجنبية في رام الله تمديد فترات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة أضاف بحسابه على منصة أكس أن اللقاء تطرق إلى احتمالات إنهاء الحرب تماما في غزة والوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية من رام الله ينضم الينا الدكتور احمد المجدلاني عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير اهلا بك معنا استمعت الى ايضا كلمات الوزراء الخارجيه العرب في جلسه مجلس الامن حول غزه وايضا قبلها المندوب الامريكي المندوبه الامريكيه في الامم المتحده وايضا المندوب الروسي الى اي مدى كل هذه الجهود تضغط على اسرائيل وربما تقف امام استئناف الحرب الاسرائيليه على غزه قبل ان نتطرق الى الجهود المبذوله لتمديد الهدنه اكثر. مساء الخير، بدون شك اليوم جلسه مجلس الامن بمناسبه يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني تحمل دلالات مهمه خاصه مع استمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني. ومع ايضا الاجماع الدولي الذي لمسناه بالكلمات سواء من وزراء الخارجيه العرب من وزراء ايضا خارجيه الدول الكبرى الولايات المتحده الصين الشعبيه روسيا الاتحاديه وكل الوزراء الذين توالوا على الحديث هناك اجماع دولي يدعو الى استعاده المسار السياسي وحل الدوله، قامت الدوله الفلسطينيه المستقله، تحقيقا لحل الدولتين طبقا لقرارات الشرعيه الدوليه والقانون الدولي وانهاء الاحتلال الاسرائيلي، اعتقد أن هذا الاجماع الدولي بهذا بهذه المرحله وكنتاج للعدوان الإسرائيلي أمر في غاية الأنبهي. الأهمية ينبغي أن يتحول نعم. إلى خارطة الطريق وإلى أيضا فعل سياسي ملموس لتطبيقه طيب دكتور احمد ايضا جزيزي. كان هناك يعني كان لافت جدا انه الكلمات ايضا تطرقت الى ما يحدث في الضفه الغربيه والانتهاكات من قبل المستوطنين في بحق الفلسطينيين في الضفه الغربيه الهدنة التي مددت والان هي في يومها السادس وربما هناك اشارات تقول بانه سيتم تمديدها مره اخرى. الهدنة، وقف اطلاق النار، تبادل الاسرى، هذه الحاله لماذا لم تنسحب على الضفه الغربيه والى اي مدى الكلمات اليوم يمكن ان تضغط ايضا على تهدئه الامور في الضفه الغربيه؟ هو المفترض عند اداره المفاوضات في الدوحه ان يكون هناك وقف اطلاق ان يكون هناك هدنه دائمه وشامله ليس فقط في قطاع غزه وانما في كافه الاراضي الفلسطينيه وهذا كان يعني بصراحه يحدث في يعني اسرائيل تقوم في عدوانها سواء على الضفه او على قطاع غزه لكن بكل الاحوال يعني للاسف الصوت يتقطع دكتور احمد المجدلاني فقدنا الاتصال اذا بضيفي الدكتور احمد المجدلاني عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير إذن يبدو ان ضيفي عاد مره اخرى دكتور احمد هل تسمعني الان؟ اسمعك جيدا نعم طيب تفضل نعم لم أسمع لم اسمع اجابتك هو كان مفترض انه اثناء المفاوضات لوقف اطلاق النار في قطاع غزه ان يكون ان يكون هناك تهدئه طيب يبدو ان لدينا مشكله في الصوت. حتى يجهز ضيفي هذه مره اخرى مشاهدينا هذه الصور لسجن عوفر في انتظار اذا هذه الدفعه من المعتقلين الفلسطينيين لدى اسرائيل يخرجون في هذا اليوم السادس من هذه الهدنه من هذا السجن سجن عوفر الذي تابعنا معكم إذا مشاهدين على مدار الأيام الماضية الخمسة أيام الماضية الإفراج عن بعض أو كثير من المعتقلين الفلسطينيين من هذا السجن أيضا إسرائيل منعت تماما التواجد الأهالي في محيط السجن أو بالقرب منها منعت تماما إبداء أي مظاهر للاحتفال أو الفرح بخروج الاسري الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه كما تابعنا معكم خلال الايام الماضيه نحن في هذه الصور نترقب خروج الدفعه السادسه من الاسري والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه أعود لضيفي الدكتور أحمد المجدلاني عضو لجنة تنفيذية آه إذا دكتور أحمد كنت أسألك لماذا لم ينسحب الهدوء على الضفة الغربية واضح جدا التأكيد عليها في الكلمات اليوم سواء من وزراء الخارجية آه العرب أو حتى من آه كلمات المندوب الروسي آه أيضا كان هناك آه حديث عن أن ربما فرنسا أيضا تريد أن آه تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يقومون بممارسات وانتهاكات ضد الفلسطينيين لماذا لم تنسحب الهدنة وهذه الأجواء التي نعيشها الآن خمسة أيام اليوم السادس اليوم وربما تمدد الهدنة على الضفة الغربية واضح أنه تماما الوسطاء بما في ذلك حركة حماس التي كانت تفاوض عن قطاع غزة لم تطرح موضوع التهدئة بشكل شامل على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي اقتصرت التهدئه فقط على قطاع غزه مما ترك المجال لاستمرار العمليات العدوانيه الحربيه على ابناء شعبنا في الضفه الغربيه وخصوصا في مدينه جنين ومقيمها وفي مدينه طولكرم ونابلس المساله الرئيسيه الواضحه تماما عند الوسطاء هو كان منصب على الموضوع الاكثر صعوبة وسخونة في قطاع غزة لكن الوضع في الضفة الغربية يقترب الان من الانفجار الشامل واذا ما انفجر الوضع في فقدنا الاتصال بضيفي اذا شكرا جزيلا الدكتور احمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كنت معنا من رام الله وثق تسجيل كاميرات مراقبه لحظه اطلاق القوات الاسرائيليه النار بشكل مباشر على مجموعه اطفال فلسطينيين في جنين بعد اقتحامها ومقتل اثنين منهم في حي البساتين اثناء محاولتهما الهرب من الجنود، قال الجيش الاسرائيلي ردا على سؤال انه يدقق في التقارير عن مقتل طفلين وبمقتل الطفلين يرتفع عدد الذين قتلوا برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفه الغربيه. منذ السابع من تشرين أكتوبر إلى أكثر من ال 237 وسبعة وثلاثين فلسطينياً إضافة إلى نحو ثلاثة آلاف جريح بحسب وزارة الصحة الفلسطينية هذه الهدنه اللي اعطونا اياها هدنة انسانيه بسموها هدنه انسانيه هذه هدنه ولدت فينا الوجع زرعت فينا الحزن هذه الهدنه ما بتلزمنا احنا بدنا هدنه بدنا وقف اطلاق نار بالكامل يعني ما بدنا كل يوم هدنه توجع قلوب بدنا هدنه طويله الامد هاي الهدنه مش يوم ولا سنه ولا سنتين احنا تعبنا احنا من اول ما خلقنا على الدنيا واحنا قاعدين نطلع على الحرب وعلى الدمار اللي بصير فينا هذا قال وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن انه سيعمل خلال زيارته لاسرائيل على استمرار الهدنه في غزه، اضاف بلينكن ان استمرار الهدنه في قطاع غزه يعني دخول المزيد من المساعدات، قال مراسل الحدث ان بلينكن سيشارك في جلسه مجلس الحرب الاسرائيلي التي ستعقد في تل ابيب التي ستبحث في الهدنه واستمرار الحرب. فيما يتعلق بالهدنه نريد ان نرى تمديدا لها فتمديد الهدنه يعني اطلاق سراح المزيد من الرهائن ويعني ادخال المزيد من المساعدات الى قطاع غزه وهذا ما سنعمل عليه خلال زياره المقبله الخميس الى اسرائيل وفي الايام المقبله وهذا ما نستمر بالتاكيد عليه كما اود التاكيد على اهميه حل الدولتين فحل الدولتين هو المسار الوحيد للسلام والامن بين الفلسطينيين والاسرائيليين من القدس تنضم الينا مراسله الحدث لا كل غاصي لا الخير اذا ما الجديد لديك أهلا بك فقط قبل نصف ساعة أو ساعة تقريبا من الآن كان قد نشر بالصحف الإسرائيلية أيضا أن الصليب الأحمر قد استلم روسيتين إسرائيليتين يحملان الجنسيتان الروسية والإسرائيلية تم تسليمهم من قبل حركة حماس إلى الصليب الأحمر ومن ثم إلى معبر رفح وإلى الأراضي المصرية وتم وصولهم إلى تلك المنطقة وبالتالي سوف أو هم الآن في طريقهم إلى إسرائيل ونتحدث عن اليوم من المقرر أن يتم إطلاق سراح أيضا عشر إسرائيليين بالإضافة إلى الروسيتين الذين تحدثنا عنهم قبل قليل إضافة إلى ذلك سوف يكون هناك إطلاق سراح 30 من الفلسطينيين الأسيرات طبعا في السجون الإسرائيلية منهم 15 طفلا وأيضا عشر من النساء أيضا هناك استعداد إعدادات كبيرة أمام سجن عوفر الذي من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم من هذا السجن الذي تم نقل أعداد منهم من سجون مختلفة في شمال إسرائيل ووصول إلى هذا السجن كالمعتاد كالأيام الماضية ولكن من المقرر أيضا أن تنتهي هذه الهدنة غدا صباحا إذا لم يتم الاتفاق على تمديد هذه الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ولكن حركة حماس كانت قد أعربت عن نيتها موافقة تمديد هذه الهدنة لمزيد لأربعة أيام إضافية مقابل طبعا إطلاق سراح مزيد من الإسرائيليين نعم. وأيضا ذلك كان يعني يتم إطلاق أيضا سراح عداد من الفلسطينيين أيضا المحكوم عليهم بالسجن الأمني ماذا يقال في الشارع في إسرائيل وأيضا على الصحف ووسائل التواصل حول استمرار الهدنة من عدمه وحول حالة يعني الارتياح من عدم باستمرار اطلاق سراح المزيد من الاسرى الاسرائيليين لدى حماس. تحى اليوم تحديدا كانت هناك مظاهره او مسيره كبيره خرج المئات وربما الالاف من الاسرائيليين في تل ابيب كانوا يطالبون الحكومه باخراج ما تبقى من الاسرى الاسرائيليين من قطاع غزه مقابل ايضا ربما الإخراج أو إطلاق سراح عدد من الفلسطينيين ولكن هناك مطالبات في الشارع الإسرائيلي أن حتى بعد إخراج أو إطلاق سراح جميع الإسرائيليين يطلبون من الحكومة أن تستمر في هذه الحرب ضد قطاع غزة على ما يبدو أن الشارع الإسرائيلي غير راض على يعني الأهداف التي كانت قد وضعتها الحكومة ولكن حتى الآن لم يكن هناك نتائج واضحة بشكل كبير حتى آخر التصريحات لبنيامين نتنياهو كانت فقط اليوم قبل قليل وتحدث بان اسرائيل كانت قد وضعت ثلاث اهداف قبل بدء هذه الهدنه او اي من بدء هذه الحرب، واسرائيل هي يعني مصره على استكمال الحرب، ايضا فقط قبل قليل كان بيان لمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي وتحدث رئيس الاركان ايضا انه تم المصادقه على خطط عملياتيه لاستمرار هذه الحرب. بعد أيام الهدنة أي على ما يبدو أن إسرائيل بالرغم من الضغوطات الدولية ومحاولة للتوصل إلى صفقة كبيرة تشمل الجنود والضباط الإسرائيليين إلا أنها ما زالت تقول في بيانات بشكل واضح وصريح أن إسرائيل ما زالت معنية باستمرار الحرب وتوجيه ضربات قاسية جدا لحركة حماس لكن ماذا أيضا عن الرأي العام والشارع فيما يتعلق باستئناف الحرب بعد انتهاء الهدنة في ظل حديث عن أن هناك الكثير من الأسرة قتلوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة آخرهم الطفل ذو العشرة أشهر وأيضا شقيقته ربما طفلة لديها أربع سنوات ووالدتهما هل هناك ربط بين الرغبة في استئناف الحرب وأيضا التخوف من مقتل المزيد من الأسرة الإسرائيليين لدى حماس؟ على ما يبدو على ما يبدو ضحى ما يريده الشارع الاسرائيلي هو التوجه الى صفقه لتبادل الاسرى، اخراج جميع الاسرى الاسرائيليين، لا اعلم ما هو المقابل الذين يريدون بالفعل ان يضحوا من اجله، هل هو ربما اخراج جميع الفلسطينيين من السجون الاسرائيليه؟ ولكن الشارع الاسرائيلي حتى اليوم في تل ابيب كان يخرج ويتظاهر يطالب الحكومه بمزيد من الصفقات لخروج جميع الاسرى الاسرائيليين، ومن ثم يريدون استكمال الحرب لان على ما يبدو ان ايضا الاسرائيليين يتخوفون وفون من القدرات العسكرية لدى حركة حماس بالرغم من الأهداف أو الإنجازات التي كانت قد وضعتها إسرائيل بهذه الحرب الإنجازات من اغتيالات وتدمير بشكل كامل لقطاعات وأحياء كبيرة في قطاع غزة إلا أن هذا الوضع غير راض يعني غير مرضي فعليا بالنسبة للشارع الإسرائيلي وهو يطالبون الحكومة بالقضاء على القدرات العسكرية لدى حركة حماس حتى يستطيع المستوطنين العودة إلى مستوطنات غلاف غزة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل مراسلة الحدث لنا كل غاصي كنت معنا من القدس قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على قادة حماس، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس لا تستبعد احتمال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية، تزداد التحذيرات الدولية من تحركات المستوطنين في الضفة، عبرت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن قلق ومعارضتها بشدة توسيع المستوطنات هناك قالت إن واشنطن منزعجة بشدة من الارتفاع الحاد في أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أكد الموفد الفرنسي جون إيف لودريان أن هدف زيارته للبنان مرتبط بموقف اللجنه الخماسيه ودعوه اللبنانيين الى انجاز الانتخابات الرئاسيه، اوساط لبنانيه تحدثت عن امكانيه عرض المسؤول الفرنسي صفقه على حزب الله تربط بين الانتخابات الرئاسيه مقابل التزامهم بتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701. تعد هذه الزياره الرابعه للدبلوماسي الفرنسي الى لبنان منذ تكليفه من قبل الاليزيه. رعاية جهود حل الاستحقاق الرئاسي المجمد في لبنان منذ اشهر يرى متابعون ان اي مقايضه او صفقه قد يعرضها الموفد الفرنسي لن تجد اي قبول لا سيما في اوساط المعارضه اللبنانيه دفعت هدنه غزه من يسمون انفسهم قاده المقاومه في العراق الى عاده قديمه اشتهروا بها وهي التقليل من شان بعضهم البعض بعض وافشاء اسرار الاخر وفق تحليل لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى، استند المعهد في تقريره على بيان الامين العام لكتائب حزب الله كشف فيه عن اسماء الفصائل التي شاركت في مهاجمه القوات الامريكيه في العراق وسوريا موجها لها التحيه ومعلنا خفض العمليات ضد القواعد الامريكيه في المنطقه، لكن زعيم كتائب حزب الله تعمد في بيانه استثناء عصائب أهل الحق التي يقول معهد واشنطن أنها تلعب دورا مهما في تعزيز نفوذ إيران في المنطقة من جانبها سارعت عصائب أهل الحق إلى إبداء استيائها من بيان أبو حسين ليعبر المتحدث العسكري باسمها عن استغرابه من البيان الذي عمد إلى ذكر أسماء فصائل وتغييب أخرى أشار معهد واشنطن إلى أن بيان حزب الله العراقي يتناقض مع بيان آخر لأكرم الكعبي الأمين العام لحركة النجباء الذي قال أن الحرب على الولايات المتحده اصبحت واجبا بعد الضربات الامريكيه ضد حزب الله. يرى المعهد ان صدور اعلان خفض الهجمات عن حزب الله وليس النجباء مؤشر على خلافات داخل تلك الجماعات التي استهدفت مؤخرا قواعد امريكيه. معهد واشنطن للدراسات اكد ان المشحنات الاخيره بين عناصر ما تعرف بالمقاومه تظهر ان أقل توقف في العمليات العسكرية الميليشوية يتسبب بانقسامات فيما بينها كما أشار المعهد إلى أن تحديد حزب الله العراقي للفصائل التي شاركت في الاستهدافات الأخيرة تدل على أن الجدل القديم بين الميليشيات المدعومة من إيران حول من ينتمي حقا إلى المقاومة لا يزال قائما من اربيل ينضم الينا استاذ العلوم السياسيه الدكتور مهند الجنابي اهلا بك معنا على شاشه الحدث اذا ما الذي نفهمه من هذا التقرير واذا ما كان حقيقه هذا ما يحدث على ارض الواقع الان في العراق مساء الخير استاذ ضحى تحياتي لجنابك الكريم والساده المشاهدين حقيقه هذه الاختلافات وهذا الشد والجذب بين قاده الفصائل المسلحه في العراق وليس بجديد يعني ايضا كما ورد في التقرير لكن على ارض الواقع اذا عدنا الى عام 2020 تحديدا عندما اعلنت هذه الفصائل الهدنه مع القوات الأمريكية في أكتوبر من عام 2020 إبان حكومة الكاظمي عندما هددت الولايات المتحدة بسحب سفارتها من بغداد ومعها 24 سفارة إلى أقليم كردستان التزمت الفصائل المسلحة بهذه الهدنة وبأمر من إسماعيل قاني في ذلك الوقت بالمقابل شنت عصابه الحق في كانون الأول من ذلك العام هجمات على السفاره الامريكيه وأدينت هذه العمليات حتى من السيد الصدر في ذلك الوقت ووضع عصابه الحق في وضع حرج وفي وضع مختلف عن باقي الفصائل المسلحه اعلن عنها رئيس عصابه الحق لمين العام قيس الخزعلي في ذلك الوقت بانه نهج المقاومه العراقيه هو يختلف وليس بالضروره ان يعبر عن نهج المقاومه الايرانيه والمشروع الايراني هذه النقطه الاولى في فك الارتباط في الخطاب السياسي لا نقول في العمليات على الأرض من جانب آخر قبل حوالي أشهر تحديدا بعد زيارة أكرم الكعبي إلى موسكو هو أشار أيضا بعد أن غمست أغلب الفصائل المسلحة في تشكيل الحكومة ومشاركة قوى ائتلاف إدارة الدولة الكعبي في آذار من هذا العام أشار بشكل واضح بأن أي فصيل مسلح لا يتبنى خيار المقاومه المسلحه في ما يتعلق بالوجود العسكري الامريكي هو لا ينتمي الى المقاومه وهنا اختزل فصائل المقاومه بحركه نعم. النجباء والفصائل القريبة منها وهي تحديدا كتاب حزب الله بالتالي أتصور بأن هذه المسألة هي حقيقة ليست بالجديدة هنالك تعميق فيما يتعلق بمن ينتهج النهج العسكري مقابل من دخل بالعملية السياسية ولديه مصالح ولديه تعاملات مع السفارة الأمريكية ومع الحكومة العراقية بشكل مباشر هل تعتقد بان القواعد الامريكيه التي استهدفت بشكل كبير ومتكرر في الفتره السابقه ربما وبسبب هذا الجدل الحاصل يمكن ان تشهد المزيد من الاستهداف من هذه الفصائل يعني هذه الفصائل هي اعلنت على لسان اكرم الكعبي وحتى البيان الاخير لامين عام كتاب حزب الله بانها مستمره حتى يعني اخراج القوات الامريكيه من العراق بالمقابل بعض الكتل النيابيه او بعض اعضاء مجلس النواب ممن ينتمون لهذه الفصائل هم ذهبوا باتجاه تفعيل قرار مجلس النواب في 5 يناير من عام 2020 بإخراج القوات الأمريكية لكن واقع الحال بأن هذه الفصائل غطاؤها السياسي يتمثل بقوى الإطار التنسيقي التي اتخذت قرارها بشكل واضح فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة وهي علاقة يعني استراتيجية وعلاقة بعيدة المدى وبالتالي هذه الضربات وهذه العمليات التي من المرجح جدا أنها ستستمر هي تزعج الحكومه العراقيه وتزعج حلفائهم من القوى السياسيه، وفي ذات الوقت هو يضع العراق ويضع الحكومه حكومه السوداني امام حرج كبير في علاقتها مع الولايات المتحده التي هي ايضا بدات تستشعر مخاطر كبيره وشهدت عمليات رد كما حصل خلال الاسبوع الماضي، بعض الضربات التي حصلت في ابو غريب وفي جرف الصخر، وبالاضافه الى بعض العمليات من الممكن ان تتسع الخيارات الامريكيه بتصوري اذا ما استمرت هذه العمليات هي لا تقت تصر فقط على الضربات العسكريه المختاره هي ربما تمتد الى ادوات اقتصاديه تمثل عوامل ضاغطه على الحكومه العراقيه وتدفع الى نقمه شعبيه كبيره جدا مع تراجع سعر العمله العراقيه امام الدولار والازمه الاقتصاديه التي يمر بها العراق لذلك الحكومه حريصه جدا على ان تضبط ايقاع هذه الفصائل لكن اجراءاتها في منع اتساع هذه العمليات هي اجراءات متواضعه لا تتناسب مع المصلحه الوطنيه العراقيه ومع سياده الامن الوطني والقرار السيادي العراقي الذي يجب ان يكون بيد الحكومه المركزيه العراقيه خفض الهجمات او ارتفاع نسبه الهجمات على القواعد الامريكيه او الاستهدافات الامريكيه هل هذا ما يمكن ان يقتصر عليه فقط الصراع بين هذه الفصائل اذا كان ما يحدث الان يسمى حقيقه صراع وليس فقط خلاف ام يمكن ان يذهب الى ابعد من ذلك استهدافات للفصائل من بعضها البعض. يعني انا اعتقد بانه قضيه خفض التصعيد هي مرتبطه بالرد الامريكي، هذه الفصائل كانت تتعامل مع الضربات العسكريه ضمن قواعد الاشتباك الممتده منذ عام 2020 بعد غاره المطار حتى الان. آه بالتالي آه هي عندما آه رأت هنالك ردا امريكيا حصل خلال الاسبوع الماضي اقتنعت بجدية الرد الامريكي ومن الممكن ان يكون هذا الرد يتسع ليشمل قيادات من هذه الفصائل او بعض المعسكرات او يمثل او يشهد عفوا عوامل ضاغطه على الحكومه العراقيه في تقييد نشاط هذه الفصائل وهنا اتصور اتخذت هذه الفصائل قرارها بخفض التصعيد مستغله عن الهدنه التي حصلت في غزه مع يعني الجانب الفلسطيني و الجانب الاسرائيلي وحتى على مستوى المحاور نعم. الاقليميه لنفوذ نعم. ايران في لبنان وفي سوريا اما على مستوى الداخل العراقي اتصور بانه يتعلق بالعلاقه والمصالح ما بين هذه الاطراف الفصائل الفصائل المسلحه وخصوصا نعم. اننا داخلون على انتخابات مجالس محافظات هي تسعى جميعها الى ان تحظى بنسبه من هذه المجالس شكرا جزيلا لك استاذ العلوم السياسيه الدكتور مهند الجنابي كنت معنا من اهلا وسهلا اذا مشاهدينا ختام الاخبار الليله لهذه الليله شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء